انا شخصيا خديته ولكن عربنته، دابا عطل نخدم باش لقط الفلوس ديال المولى. خديته ب 44000 ريال وعطيته غاشي 16000، وغادي نوجد ليه من الاسبوع نقدر نوجد له ديك البركه اللي باقا ليه. ولكن الحوايج ما غنشريوش الحوايج، غادي نشريوها الهيدوره ونسكتوا ولد كبوره ونتسناو القبوره. بالنسبه لهذا العام خاصه فما ما يمكنش حتى داك الثمن اللي كنتي كتطمح انك توفروا، وتلا ما كانش عندك مثلا كتدبر من جهه اخرى ولا كذا، فهاد العام يعني في مستوى يعني مرتفع بزاف. بالنسبه لي انا خديت اثمنه كنا كننتظروا، سمعنا بان الدوله دعمات هاد الناس ديال اللي جابوا الكسيبه من برا بواحد 500 درهم للراس وعفوهم ضرائب، ولكن ذلك لم ينعكس على السوق، خلاهم كيديروا ما بغاو. تلاقيت واحد الوليد عبر بواحد الاسلوب زوين، قال لي كريساونا ودي خاي سي محمد. ودابا نمشي نشوف لا لقيت شي حولي ميان على حسب فلوسي ناخذ، بان العيد غالي هذا العام بزاف، ما كاينه 70 80 100 اللي كانوا ياخذوا الناس عام الاول 46 56 ولا ب 100 120 ولا وليتي تشري ضروبه ما بقيتش تشري حولي، ولا داك الشيء غالي بزاف على المواطن. والشعب ديالنا ما عندوش القدر الفلوس هذاك الشيء كامل، راه قهروا عباد الله، قهرونا الدعوه بهم الله. هادو السبيبيه ولا مالي الغلم كيقهروا عباد الله، الناس راه ما عندهاش باش تشري العيد. لا مازال ما خديتش العيد، لان راك عارف الديور لي زابارتمون ما عندناش فين نحطوهم، دونك كنخليوهم عند موالين اللي كيبيعوا حتى لاخر لحظه عاد كنجيوهم. وبالنسبه للاسمنه فالاسمنه يعني مرتفعه، على اللي كنسمع يعني في الهضره نتاع الناس وهذا كنقول لك الاسمنه مرتفعه. والمهم يحسن عوان يعني الناس مساكن الفقراء اللي ما عندهمش، لان مع كانت الازمه نتاع كورونا جات مورا هاد الازمه عاود دابا العيد، دونك الله يحسن العوان اللي ما عندوش الامكانيات باش يشريو هذا، فالله يحسن له العوان. ما يمكنش الدوله في اي نهار تقول حقها نعفيو المغاربه حقها ما كاينش، لا خاصو يبقى العيد، وخاصة الدولة تدير ما أمكن باش بالعيد يكون يدوز، لأنه تتبني عليه بزاف ديال الناس اللي تتكون بانية الاقتصاد ديالها على هذيك الأعياد السنوية، الملابس اللي خيط الأتواب اللي خيط سريولات، هذا تا هو تيتسنى المردود السنوي ديالو في المناسبات اللي هي المناسبات الأعياد اللي تنعيشوها. الدولة خصات واحد لونفولوب مهمة لهاد الناس، عاونتهم باش جابوا الخرفان من اسبانيا ومن رومانيا ونوسيكي، ولكن ما انعكسش على السوق، ما طاحش السوق، ما نقصوش داك الشيء اللي زادوهم هما عطاوهم وحنا كنزيدوهم. الناس راه ما عندهاش باش تشري العيد، ما عندهاش الناس، ودايرين حتى حنايا اللي لاباس عليه تيشاركوا الضعيف مع الغاني، راه خاص بنادم يمشي على الاسعار، ما غازوش يطلع للجبل ويقعد.